اعترف أحد المدرسين السنغافوريين بمساعدة 6 طلاب صينيين على الغش في امتحانات عام 2016 وفق ما قاله مدعون للمحكمة. المدعون وصفوا عملية الغش بالمعقدة وقالوا إن المدرسة سربت الأسئلة إلى المشاركين معها الذين قاموا بدورهم بقراءة الإجابات للطلاب. أضاف الخبر إن الطلاب استخدموا الهواتف المحمولة وأجهزة البلوتوث وارتدوا سماعات أذن بلون البشرة أثناء امتحاناتهم، ونفى 3 آخرون تهم الغش. الامتحانات كانت في المستوى O، وعادة ما يقدمها طلاب تبلغ أعمارهم حوالي 16 عاماً. ممثلو الادعاء أكدوا أن المؤامرة اكتشفت بعد أن سمع أحد المراقبين صوتاً من أحد الطلاب المشاركين. وبعد الامتحان طلب منه إزالة سترته، تم العثور بعد إزالة السترة على هاتف محمول وجهاز بلوتوث وسماعة أذن بلون البشرة.